الرسول صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر. أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر من شهر رمضان. أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. Thank you.
على قد ما كان دخل ذكرتك فيه اللي هني انت بتحرق على البيت وانت جاي تتجسس علي. سيجارة عبد راسك. ليش ما صوم يا اخوي راشد؟ اخوي صمت كم يوم زهقت من نفسي. زهقت من نفسك؟ الانسان يفشل شنو؟ لا قعدت كل يوم الصبح القى ريحة حلجي خايسة. قال رسول الله عن حديث قدسي لله تعالى: لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أكسي به، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وقال أيضا: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فهو لله وهو يجزي به، والصيام جنة والجنة هي الوقاية التي يقي بها الشخص نفسه. أيها الشبك تحت رمضان ما تخاف من الله ولا تستحي من نبيك. قال الله تعالى: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وراشد وخلاص قولي راشد بسم الله عليك الرحمن الرحيم. سلام سلام. قال سبحانه وتعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. اللهم جملنا بالحلم والخلق الكريم، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين الخاشعين الصالحين، اللهم لا تجعلنا ممن يبغون الآخرة بلا عمل صالح، اللهم ارزقنا من الخير أكثر مما نأمل، وابعد عنا من الشر أكثر مما نخاف، واغننا بحلالك عن حرامك، إنك أنت السميع العليم المجيب الدعوات يا رب العالمين.